يلا يعني طلاب، شرح محاضرة المناعة النظري مرحلة رابعة وزاري 24 الأكزيما. أوكي، أنا أعرف هالمحاضرة هو ما جايب عليها بالوزاري، فقط نقطة واحدة ما أدري ليش. أكيد أنتم تعرفون أنا من أشرح المحاضرة أرجع أدور عليها الأسئلة الوزارية حتى أشوفها منين جايب. أكيد الأشياء اللي أنا مركز عليها هم يعني 100%، لأنه ما أحب أخلي شيء للصدفة أبدا يعني، فأركز على كل شيء، ما أحب أخلي جانب ما أغطيه بالشرح. المهم، فتفاجأت انه هو دورين ما مهتم بيها. المهم الاكزيما، رغم هي لطيفه حلوه، الاكزيما ديفايند تعرف على انها انفلاماتوري التهاب سكن ديزوردر، اضطراب جلدي التهابي، ديزوردر اضطراب سكن جلدي انفلاماتوري التهابي، تمام. يقول لك العديد من الاسباب، بوسيبل كوزز ماني، العديد من الاسباب، هواي اسباب ممكن يسوون هذا الالتهاب، ما نغلط. خوش الهال مارك، العلامه بينك تكون هيستولوجيكال، تكون نسيجية، العلامة تكون هيستولوجيكال نسيجية. ليش؟ كيلد وتسمى سبونجيوسيس، الالتهاب الاسفنجي، سبونجي سفنج اوسيس، التهاب الالتهاب الاسفنجي، تمام. هذا الالتهاب الاسفنجي شلون جاي يصير؟ اكوموريشن، تراكم الادمة، ادمة هي السوائل فلود، تمام، الادمة سوائل الماء او تراكم السوائل، وذئن داخل عن between بين الكيراتينوسايت، خلايا الكيراتينية. إذن سبب هذا الالتهاب أو سبب هذا الالتهاب الإسفنجي هو تراكم السوائل داخل وحول أو بين الخلايا الكيراتينية in the epidermis، بالجلد، epidermis على الجلد، واضح؟ هاي تحفظها. باكر أقول لك شو سبب الاسبونجيوزيس، تقول له الأدمة أو تراكم السوائل داخل وبين الخلايا الكيراتينية، أو يقول لك بيا خلايا، يقول لك الكيراتينوسايت، واضح؟ سهلة. giving يعطي سبونجي ابرنس، سبونجي يعني سفنجي، ابرنس مظهر، راح يعطينا مظهر سفنج. خوش، ما عندنا شيء. خوش، ذا مين سامبتومز، العرض الاساسي، مين اساس سامبتومز، العرض itching، الحكه، هذا العرض الاساسي. وان انفانت، بالاطفال، انفانت يعني اطفال، ابرنس يظهر دراي ريد بتش، بتش بقع، ريد حمراء، دراي جافه، هاي بالاطفال، اما بالكبار الحكه الاتش، تمام. هذا المين. خوش، اوكي، هذا انا ما الكروسنج، بعدين اكتشفت انه هو مو مهم اصلا، انه هو مخليه مغلس. خوش، ان انفانسي، بالاطفال، ذا تشيك، الخدين والابدومن والبطن اند اللمب والاطراف، تمام. خوش، البقع هاي اللي تصير او الجفاف اللي يصير بالاطفال او الاصابه هاي بالاطفال تصير بهاي المناطق، بالخدين وبالبطن وبالاطراف. وايلست، بينما بالاولدر، بالكبار تشيلدرن، الاطفال الكبار، الانفانت والرضع تشيلدرن، اطفال كبار، وين تصير؟ كلاسيكال، بشكل كلاسيكي ديستريبيوشن، تتوزع البو اللي هو المرفق وني والرقبه والرست، الرسخ بين ثلاث مناطق بالاطفال الكبار، اما الصغار عرفناها والرضع عرفناها، تمام. تمام، طبعا هنا يقول لك الخدش المطول، برونجويتد مطول، سكرتشن خدش، يؤدي الى تطور ديسكولرد، تغير اللون، يسوي لنا هاي القضيه الخدش المطول، لايتشينوفيكيشن، هاي احفظها، خاف تجي هي الاحتياط، هو مخليها بين قوسين ومبروزها ومطلعها، لايتشينوفيكيشن، لايتشينوفيكيشن هاي بسبب الخدش المطول، بس تقرا خدش مطول بالاكزيما تختار لي هاي، ما اريد اترجم لك القطرين، ما لها كل داعي. خوش، خوش، تمام، اوكي. التشخيص، الدايجنوزز، تشخيص ميد يتكون او يعتمد على الهيستوري، واحد التاريخ، الاكزامينيشن الفحص، والسكن تيست فحوصات الجلد، هذا التشخيص. اذا اريد اشخص لازم اغطى لنا الثلاثه ثلاثه، اذا اريد اشخص مرض الاكزيما هيستوري اكزامينيشن سكن. خوش، هسه الكونتاكت ديرماتيتس، التهاب الجلد التماسي، اللي يعني يصير بتماس مع شيء معين. خوش، يقول لك الكونتاكت ديرماتيتس از انفلاماتوري، هو التهاب سكن ديزيز، مرض الجلد، كوزد الذي يسبب سكن جلد ديزيز، مرض انفلاماتوري التهاب، مرض التهاب الجلد الذي يسبب شلون؟ بواسطه التي اتش 1 سير ميديتد، اللي هي النوع الرابع من الهايبر سنسيتيفيتي، التي اتش 1 سير، النوع الخلايا تي اتش 1 اللي هي بواسطه النوع الرابع من الهايبر سنسيتيفيتي، تحفظها هاي، هاي تحفظها
الديرماتيتس هاي سببها واضح، وعوامل خارجية أخرى. أوكي ذيس أجنت، هذه العوامل. هسه عرفنا أنه الالتهاب يصير بواسطة هذا، خوش. وقال لك هنا external agent، عوامل خارجية، تمام. هاي العوامل الخارجية مطيك هذا العامل ذيس أجنت، هذه العوامل تسمى الهابتين، هاي العوامل الخارجية. أي عامل يسوي لنا التهاب للجلد شو نسميه؟ ما لنا علاقة شنو هو العامل، يخلي يصير أي عامل، ما أدري بيه حرارة، برودة، بوكسي، شلاق، ما له علاقة. أهم شيء اسمه، اسمه الهابتين. أي عامل يسوي لنا التهاب جلد شو نسميه؟ ناون يسمى الهابتين. خوش الهابتين، هاي خلص. التصنيف هسه مال التهاب الجلد، الأكيوت الحاد، توكسيك السام، ديرماتيتس التهاب الجلد، و الكيوموليتيف اللي هو التراكمي التهاب الجلد، والأليرجيك التحسسي التهاب الجلد. نقلب هنا ورقة، منطينا في قضية مناعية لطيفة، بس احنا اكو اشياء حتى لو هي لطيفة ما راح نستفاد منها، لان احنا صح العفو بس اختيارات اسئلتنا. يقول لك تو فيس، مرحلتين باثوجينيسيس امراضيتين، ريكوجنايزد معرفات او اسمائهن، اندكشن فيس مرحلة الاثارة، واعتقد هيش ترجمت يعني اندكشن فيس. هاي منين تبدا المرحلة؟ احفظ لي اول مرحلة هاي اندكشن فيس، منين تبدي؟ فروم تايم، من وقت انتيال بدء الانتيجين كونتاكت يتصل مع التي لايمفوسايت، رجاء من بداية اتصال الانتيجين بالتي لايمفوسايت اسم المرحلة الاندكشن، تمام. اند الاليكيتيشن فيس، فروم من الانتيجين ري اكسبجر، يقوم بإعادة تعرض، ري إعادة اكسبجر تعرض لمن؟ حتى ظهور الديرماتيتس الالتهاب الجلد. إذن بهاي المرحلة بس تقرأ للأنتيجين شو يصير بي ري اكسبجر، إعادة بس تقرأ ري اكسبجر إعادة تعرض، تقول هذا يا مرحلة الإليكيتيشن. أما هاي المرحلة من بداية الأنتيجين، انتيال بداية أنتيجين، خش. أنا بالنسبة إلي هذا الكلام اللي هو مسولفه ما اهتميت به، لأن قرأته ما طلعت منه سؤال، قرأته مرة ومرتين ما طلعت منه سؤال إلا شرح، يعني يجي شرح مطول. بس أكو قضية مثلا شو يقول لك؟ أها in the induction، بالإندكشن فيس هاي المرحلة الأولى، لانجرهانز سيل، خلايا لانجرهانز شو اسمها بنت ترتبط، هاي بالإندكشن سيل خلايا، خلينا نشوف شو راح تبدأ التحسس. خلايا لانجرهانز بنت ترتبط مع شنو؟ مع الهابتين، قلنا الهابتين شنو اللي يسوون التحسس، فهسه خلايا لانجرهانز راح ترتبط مع الهابتين اللي هو عامل التحسس، كارير بروتين، يعني البروتين الحامل للهابتين، البروتين الحامل كارير حامل بروتين، بروتين هابتين، البروتين الحامل للهابتين بمن راح يرتبط؟ بخلايا لانجرهانز، بيا مرحله بمرحله الاندكشن. خوش ان بريزنت سيتويشن اند، ويكون هذا البروتين المرتبط بالهابتين او الحامل للهابتين اللي راح يرتبط بخلايا لانجرهانز راح يكون موجود بارتباط سيتويشن مع الام اتش سي جلاس 2 انتيجين، ماشي، مع الام اتش سي نوع الجلاس 2 اللي هي تي لايمفوسايت سي دي 4. هذا هو بس. هسه هنا شنو؟ لانجرهانز ارتبطت بالبروتين الموجود بها هابتين المرتبطه بمن؟ بالام اتش سي جلاس 2. خلصنا؟ تعال تنشيط اكتيفيشن التي لايمفوسايت راح ريليز، يطلق سيتوكينات which الذي كوز تسبب انديوز اثاره المن للسكن للجلد، تمام، مع كيراتوسايت ما له علاقه به. خلاص اذا هاي العمليه راح تنشط التي لايمفوسايت، تمام، والتي لايمفوسايت راح تطلق السيتوكين اللي يثير الجلد. هذا هو خلص انتهى الموضوع. شو عندنا احنا؟ لانجرهانز ارتبطت بالهابتين، الهابتين مرتبط بالام اتش سي جلاس 2، والام اتش سي جلاس 2 راح يفرز لنا التي لايمفوسايت، هاي خلص، والتي لايمفوسايت تسوي لنا هاي حساسيه الجلد. خوش بعدين ايش عندنا؟ اعطينا مجال. هسه هنا الدايجنوز تشخيص، الدايجنوز كونتاكت ديرمز بين الدايجنوز تشخيص ديبند اعتمادا على شنو؟ الكيرفور ميديكال هيستوري، التاريخ الطبي الدقيق، كيرفور حذر او دقيق، ميديكال طبي هيستوري تاريخ، هاي وحده. وديستريبيوشن توزيع شنو؟ of the lesion الآفة، وين مكان الآفة، وين توزيعها، هاي اثنين. and the patch test اللي هو فحص التصحيح، patch test أو فحص، اي فحص التصحيح. خوش
هذا فحص التصحيح. اذا كان بوزيتيف ريسبونس، استجابه موجبه او فحص موجب، ليه ما راح يكون موجب؟ اذا عندنا انفلاميشن، التهاب بالجلد، او عندنا انديوريشن اللي هو تصلب، ايش راح يعطينا؟ يعطينا بوزيتيف ريسبونس، استجابه موجبه. لهذا الفحص لازم بشرطين، اما الشرطين انفلاميشن التهاب والتصلب، اثنيناتهم اذا موجودات راح يعطينا موجب. خاف اقول لك شنو شروط الفحص الموجب باكر، او فحص التصحيح يقيس لنا افراغ وافراغ. تقول لي الالتهاب والتصلب، ماشي؟ هاي خلصنا، لانه قال خلال 48 ساعه ونخليها وما اعرف شنو وبعدين نشيلها، وانت ايش لك علاقه؟ والاعراض تطلع ورا يومين ولا اربع ايام، واحنا هاي السالفه اصلا ما تهمنا. احنا نجي الثلاث اشياء اللي سوينا دياجنوز، واحده اثنين ثلاثه، هذا الفحص دائما تكون بوزيتيف، واحده اثنين، انتهت الملزمه.